السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصورة هذه منطقة الغوفي في الجبال الأورس، هيطلعوا لي بالكون دو غوفي ولا لو غران كانيون تاع الغوفي، حاجة أروعة. هذا في خاصة خلال الثورة صارت عشرات في هذه المناطق. حنا نشوفوا الحال كيفاش راح يكون غدوة الصباح إن شاء الله. هذا الاثنين هم من تحت حاجة أبار شوية ضباب يقدر يكون على السواحل الوسطى وأيضا الشرقيه، وهذا رجع لتبخر تاع الامطار بروير ديفابوراسيون، سينو هاي الحال. هذه مع الصباح خلال الظهيره ان شاء الله كذلك مع الضغط الجوي المرتفع تبقى عموما السماء صافيه باستثناء عبور سحب من النوع العالي على الواحات وايضا على السواحل الوسطى وايضا الشرقيه، سينو على الجنوب الكبير على غرب البلاد الحال هايل. هيا دوك نشوفوا درجه الحراره الجليد، وي دي تمبيراتور لحقوا حتى درجتين تحت الصفر في عده مناطق تاع الهضاب العليا، من جبل الاوراس ولا من مدن الاوراس الى الجلفه تيرت البيض، كذلك بعد القرى تاع جبل القبائل كالاربعه تيرت اعكورا في منطقه الصحراء الوسطى حوالي 11 درجه 10 بمنطقه الواد 4 بقسم تيرت بسه وبير العاتر وكذلك قالمه ام البواقي سقارت كل المناطق الشرقيه 8 بعنبه 12 بوهران 11 بجانات 9 فقط على طمرسات و 18 الى 16 درجه على برج باجي المختار عين قزام تيميا وينتين زواطين عين ازوا اباليسا سيلات كل مناطق تاع هذه جنوب الاوراس جنوب الهوغار. دوك نشوفوا درجه الحراره خلال الظهيره ان شاء الله. خلال الظهيره مع السميشه اللي تكون حوالي 19 20 درجه على السواحل، على المناطق تاع الهضاب العليا 12 13، مناطق الداخليه كذلك واحد 16 17 درجه، شمال الصحراء كما ولايه غردايه الغواط المنيعه 20 21 في بشار بني والنيف 22 بمنطقه ورقله 20 بالواد 27 28 على طمرسات وجانات منطقه اضرار عين صالح تيميمون رقان اولف تندوف غار جبيلات حاسي منير 24 درجه، واعلى مقياس كالعاده في اقصى الجنوب كما برج باجي المختار عين قزام وين سجلوا ان شاء الله 31 درجه مئويه. دوك نجوزوا للملاحه والصيد البحري. البحر شويه مهول فيه شويه تموجات خاصه على السواحل الشرقيه لانها فيه تموجات على الريح اليامات اللي فاتوا، واش قوه الريح المعدل تاعها ما بين 20 30 كيلومتر في الساعه على طول الشارع الساحلي، والاتجاه تاع الريح تكون الغربي الغربي جنوبي غربي الى غربي شمالي غربي. فيما يخص الرؤيه ان شاء الله تكون هايله من 4 الى 8 اميال بحريه. كالعادة دائما نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية، شروق وغروب الشمس على الجزائر العاصمة وضاحية لهذا الاثنين غدوة إن شاء الله 27 نوفمبر 2023. ربي يدوم قوسطكم دائما مع برامج الشروق.